كونكت فور عندنا الاربع ولاد هيلعبوا. عايزه اقول لكم ان كل فريق عارف بقى احمر واصفر، وانتوا بقى جزء من اللعبه دي، ان كل واحد هيبقى بيلعب بالدور لوحده من غير لما ابقى ايه بفكركم، علشان اللي هيلعب في دور مش دوره هنخسر. جاهزين؟ جاهزين. عارفين نعمل ايه؟ عايزين نكون صف واحد اربع كور. يلا الفريق الاحمر يلا بسرعه. برافو يا يوسف. ماشي الفريق الاصفر. فريق بقول الاصفر مش انا دوري يعني، انا المفروض انا دوري يا حبيبي. دورك بعديه لما يجي عليك. برافو. اول واحده احمد. يلا الفريق الاحمر دور مالك. يلا يا مالك دخلت برضو. برافو. يلا محمود فريق الاصفر. يا حبيبي ما هو مره ومره. فريق الاحمر يلا. ماشي الفريق الاصفر احمد. ماشي فريق الاحمر. ايوه انت ما هو انتوا بقى تعرفوا ان حضنكم بقى. برافو. دخلت الفريق الاصفر. برافو الله في تعاون فظيع. فريق الاحمر سيبها يا حبيبي عندك كور جنبك هنلم في الاخر. الفريق الاصفر احمد جاهز؟ يلا برافو جدا جدا جدا. يلا الفريق الاصفر احمد. برافو. الفريق الاحمر مالك. مالك مالك يلا برافو. الفريق الاصفر يلا محمود. الله يا محمود بنصطاد عصافير. الفريق الاحمر برافو. كده احنا فين؟ محدش لسه كون حاجه. محدش كون حاجه. الفريق الاصفر برافو. احمد ركز. الفريق الاصفر مركز جدا في الادوار. الفريق الاحمر دور مين؟ برافو. شفت بقى مش مركز. يلا ايوه ها ها راحت فين؟ حلو قوي قوي الكلام ده. فاضل لكم كره واحده هنا. الفريق الاحمر. الفريق الاصفر حاول تقطع عليهم يا احمد. على فكره الدور ماشي. معلش اللي جايه اللي جايه اللي جايه يا يوسف استنى. الفريق الاحمر ماشي. فريق الفريق الاصفر يوسف قصدي. مفيش تشجيع كده يا جماعه. الفريق الاحمر دوري انا دوري. لا استنى بقى. يلا 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 معلش حصل خير وبرده ما عندناش حاجه. الفريق الاصفر ها دور مين؟ الفريق الاصفر احمد. يلا الفريق الاحمر. يلا يلا حبايبي محمود سيب. يلا مالك يلا ايه دخل. والفريق الاحمر هو اللي كسب في كونكت فور. برافو جدا 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 جدا. شطاره وحلاوه وطعامه.